مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة السعودية. نستهلها بالعناوين: الملك يهنئ المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله أن يعيده على الجميع باليمن والبركات. ولي العهد يتلقى التهنئة هاتفيا من أمير الكويت وملك البحرين بعيد الفطر المبارك. وزير الداخلية يلتقي قادة القطاعات الأمنية ويؤكد أن دعم وحرص القيادة ساهم في نجاح موسم العمرة. أهلا بكم. أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قصر السلام بجدة صباح اليوم صلاة عيد الفطر المبارك، وأدى الصلاة مع خادم الحرمين الشريفين كل من صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز وعدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين. وعقب الصلاة تلقى خادم الحرمين الشريفين التهانية والتبريكات من أصحاب السمو والمعالي بالعيد السعيد. هذا وهنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في تغريدة له على منصة إكس المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله أن يعيده على الجميع باليمن والبركات، وحامدا الله عز وجل الذي أكرمنا بصيام شهر رمضان وشرفنا بخدمة ضيوف الحرمين الشريفين. سأل الملك المفدى الله سبحانه أن يديم الأمن والاستقرار على الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع. هذا وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ببرقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بهذه المناسبة السعيدة، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين وبالمزيد من التقدم والازدهار. كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية، وقد وجه لهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد برقيات شكر جوابية مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة ودوام الأمن والاستقرار. أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صلاة عيد الفطر المبارك في المسجد الحرام بمكة المكرمة مع جموع المصلين وسط أجواء روحانية وإيمانية، حيث أما المصلين الشيخ الدكتور صالح بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، وأوصى بن حميد المسلمين بتقوى الله عز وجل ودعا إلى التماس بهجة العيد في رضا الله والازدياد من صالح الأعمال ورضا الوالدين وصلة الرحم. كما أكد خطيب المسجد الحرام أن الله من على هذه البلاد بنعمة خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. وعقب الصلاة استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أصحاب السمو والأمراء وأصحاب الفضيلة والعلماء والمشايخ والمعالي وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين الذين قدموا التهنئة لسموه بعيد الفطر السعيد، وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع سمو ولي العهد. أدى الصلاة مع سمو ولي العهد وحضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبد العزيز
وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مشاري بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير محمد بن فهد بن محمد بن عبد الرحمن، وصاحب السمو الأمير تركي بن إبراهيم بن مشاري، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن ناصر بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مشعل بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز مستشار وخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير فيصل بن مساعد بن عبد الرحمن، وصاحب السمو الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبد الله بن تركي، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن محمد بن تركي بن عبد العزيز بن تركي، وصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبد الله، وصاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز مستشار وخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير وليد بن عبد المحسن بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير يوسف بن مساعد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن خالد بن فيصل بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير التركي بن عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فهد بن محمد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن تركي بن فيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن هذلول بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير نواف بن سعد بن عبد الله، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سعود بن عبد الله بن فيصل، وصاحب السمو الأمير سعد بن عبد الرحمن بن سعد، وصاحب السمو الأمير سلمان بن فيصل بن سلمان، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي نائب أمير منطقة القصيم، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف آل مقرن، وصاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عبد العزيز بن عياف آل مقرن نائب وزير الدفاع، وعدد من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية وكبار المسؤولين.
هذا وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وعبر أمير الكويت عن التهنئة لولي العهد بعيد الفطر المبارك، كما بادله سموه التهنئة بهذه المناسبة السعيدة داعيا الله سبحانه أن يعيده على الجميع بالخير والمسرات. كما تلقى ولي العهد اتصالا هاتفيا من جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين، وعبر خلاله ملك البحرين عن التهنئة لسمو ولي العهد بعيد الفطر المبارك، كما بادله سموه التهنئة بهذه المناسبة السعيدة سائلا الله تعالى أن يعيدها على الجميع بالخير والبركات. أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية خلال استقباله منسوب الوزارة بمناسبة نجاح الخطط الأمنية والتنظيمية لموسم العمرة أن حرص القيادة ومتابعتها الدقيقة ساهم في نجاح موسم العمرة جميعا بهذه المناسبة، وأن حرص سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهم الله على أمن وراحة المعتمرين والمصلين ومتابعتهم الدقيقة على مدار الساعة كان لها الدور الأساسي في تحقيق هذا النجاح. ولا شك أن وطننا ولله الحمد بمكانته الدينية العظيمة وبالنجاحات في كافة المجالات هو محط أنظار العالم، ومنسوبي القطاعات الأمنية يمثلون خير تمثيل، وكل ما يقدمونه من جهود لضيوف الرحمن وللزوار والسياح، وهذا ليس غريبا عن المواطن السعودي. نقل وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان تهاني وتبريكات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى قادة وزارة الدفاع وكبار مسؤوليها، جاء ذلك خلال استقباله لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك. ونشرتنا مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل. بيت جدي كان الوحيد اللي فيه مشغل اسطوانات، كان مالي الشارع كله طرب. بعدها جاب ابوي مسجل كاسيت وصار عندنا اشرطه لكل المطربين، ولما طلعت السيديهات رمينا كل الاشرطه، رجعنا رمينا كل السيديهات. يا اخي صار كل شيء اونلاين. الايام تغيرت بس ذوقي بالموسيقى ما تغير، راح أظل أسمع طرب. وين ما تاخذك الموجة تلقى خزامة. حياك العيد حياك يا حي نورك وملفاك، ربي يعودك علينا آمين وكل حول نلقاك. بصحة وسعادة ونعمة عساها بزيادة، تقبل الله منا خير العمل والعبادة. حياك العيد حياك حيا يا حي نورك وملفاك، ملفاك ربي يعودك علينا امينك الحول ها.
وفي سياق تغطية احتفالات العيد في مناطق المملكة، نتجه إلى القريات لرصد مظاهر الفرح والسرور في أول أيام عيد الفطر السعيد، والمزيد في هذا التقرير. الله أكبر، الله أكبر، هكذا يكبر المسلمون في صلاة العيد بالقريات وسط أجواء إيمانية وروحانية تجمعها المحبة والوئام بين جموع المصلين. وما أن تنتهي صلاة العيد حتى يتوجه الأهالي إلى بيوتهم، حيث تجتمع الأسر لتبادل التهاني وإظهار الفرح والابتهاج بعيد الفطر السعيد. أجوانا بالقريات الحمد لله، الناس تصلي بالمسجد صلاة العيد، وبعدين يروحون يعايدون بعضهم، اللي ما يعايدون بعضهم بالمسجد يروحون يعايدون بعضهم بالبيوت، فرحانين مبسوطين كبار وصغار. يجتمع الأهالي والأقارب والأصدقاء وكذلك الجيران معا في صور تؤكد عمق الترابط والتآخي والتلاحم، مسترجعين عادات العيد القديمة بالقريات وتقديم القهوة والشاي والتمر والمأكولات. طبعا ظهر الفرح شعيرة من شعائر الله، وكل مناطق المملكة بعيد الفطر هناك عادات وتقاليد حميدة، وهي فرصة للتسامح وصلة الرحم وتجديد المحبة بين الأهل والأصدقاء، وفرحة للأطفال، وكمان نعودهم على التواصل هم وتربية لهم وزيارة أقاربهم وصلة الرحم. كل العوائل تجتمع، أغلب أهل القريات يجتمعون إما على حميس كما ترون أو على حلويات أو للمعايدة وتفقد كبار السن والسلام عليهم. هذه عادة متوارثة من آبائنا وأجدادنا، وإن شاء الله نستمر عليها إلى الأبد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا هذا الأمن والأمان. كان عملتم خير، عيدكم مبارك، بسطنا في العيد وأخذنا عيديات وهدايا، بسطنا اجتمعنا مع عيال عمامنا وقرايبنا، عيدكم مبارك. مشاعر من الفرح والسرور تتزاحم في أرجاء محافظة القريات صباح يوم عيد الفطر السعيد، الذي ينشر البسمة على محيى الكبار والصغار من أهالي القريات. قناة السعودية، نايف الفندي، القريات. أيها السادة، ولرصد الاحتفالات بعيد الفطر المبارك يلتحق بنا مراسلانا من حائل عبد العزيز الغرير، وكذلك من الطائف الزميلة سناء الزهراني. ونبدأ من حائل مع الزميل عبد العزيز الغرير. عبد العزيز، كل عام وانت بخير، وكل عام والجميع بخير في حائل وفي الطائف أيضا، والزميلة أيضا سناء الزهراني. ولكن كيف هي الفعاليات لديك عبد العزيز في حائل طبعا، ونحن نشهد اليوم الأول لعيد الفطر المبارك؟ يعطيك العافية لافي، مسي عليك بالخير، وكل عام وانت بخير، وجميع المشاهدين والمواطنين في المملكة العربية السعودية بألف خير، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والمسرات. طبعا أنا تواجد لافي في أحد المواقع التي تقام فيها الفعاليات، مثل ما تعرف لافي جميع مناطق المملكة تشهد العديد من الفعاليات المتنوعة والتشويقية والترفيهية، والتي يعني حقيقة تحظى بحضور كثيف من الجماهير. في حائل تحدثنا، هناك عدد من المواقع التي تقام فيها فعاليات العيد والتي تستمر حقيقة لثلاثة أيام. هذا الموقع الذي أتواجد فيه منتزى السلام، وأيضا منتزى الأمير سعود بن عبد المحسن، وأيضا ممشى الفجر. تحدث بصورة واسعة لافي عن الفعاليات المقامة، هذه الفعاليات التي يعني تشهد تنوع وعروض مثل ما ترى من خلفي، يعني لافي أبعدت قليلا لأجل أن الصوت يعني كان عالي، وهناك حضور كثيف من الجماهير والأسرة والأطفال والنساء أيضا لحضور هذه الفعاليات. راح أخذ مزيد من التفاصيل وصورة واضحة عن الفعاليات التي تقام، ويسعدني أن أستضيف معي الأستاذ سعود العلي، وهو مساعد أمين منطقة حائل للإعلام والاتصال المؤسسي. مسي عليك بالخير أستاذ سعود، نرحب بك معنا. بداية، أو عفوا المهندس سعود، بداية نتحدث عن هذه الفعاليات المقامة في منطقة حائل والتي تشهد تنوع حقيقة وحضور أيضا كثيف من الجمهور في منطقة حائل، سواء كان المواطنين وأيضا المقيمين.
عبد العزيز حييت وتحية طيبة لك وكل عام وأنتم بخير لك وللمشاهدين خلف الشاشة. لا شك كما تفضلت هناك تنوع في هذه الفعاليات في أكثر من موقع، عمدت أمانة حائل بتوجيه من سعادة أمين المنطقة المهندس سلطان الزايدي بأن تفعل عدد من الحدائق والمرافق الهامة جدا لتخدم يعني المجتمع عامة وزوار منطقة حائل. جاءت هذه الفعاليات بمعايير متنوعة تخلص إلى رفع مؤشرات جودة الحياة في مدينة حائل. اليوم حائل يعني نقدمها من خلال هذه الفعاليات لرفاهية المواطن، لرفاهية المقيم، لرفاهية يعني الزائر. لدينا في حديقة يعني السلام كما نقف الآن في هذا الحضن الجبلي الجميل جدا الرائع الأصيل، هناك مسارح عملاقة شيدت بعروض فنية أدائية لفرق متنوعة عالمية وعروض أيضا لفرق يعني وطنية لعرض هذا الموروث. هناك العرض السعودية، هناك أكثر من تجمع ل 18 فرقة للعرض السعودية في منطقة حائل على مدى 3 أيام يعني العيد. هناك حديقة الأمير سعود بن عبد المحسن، هذا المرفق العصري الذي يمثل منتج رائع جدا من مشروع بهجة الذي تتبناه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. هذه الحديقة أصبحت يعني منصة فعاليات متنوعة لأنها صممت بناء على هذا المعيار الهام جدا. اليوم ولله الحمد حائل تبتهج في 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 كل ركن وفي كل زاوية. هنا في حديقة يعني السلام قسمت إلى أكثر من زون، هناك زون العروض الأدائية تشهد كما يعني رأينا حتى الآن حضور كثيف جدا. هناك أيضا العروض الفنية الغنائية بلوحات وطنية، بلوحات تلامس بهجة العيد، بلوحات فرائحية تلامس مشاعر يعني الجميع. نقول أن الغاية من جميع هذه الفعاليات أن مدينة حائل اليوم مدينة ولله الحمد سعيدة، مدينة حائل مدينة تبتهج، مدينة حائل اليوم ولله الحمد تتجه بخطى واعدة وخطى ثابتة إلى تحقيق مؤشرات أعلى في برنامج جودة يعني الحياة. نعم عبد العزيز. طيب مهندس سعود، نتحدث يعني هناك يعني 3 مواقع في منطقة حائل وهيئت ويقام فيها العديد من الفعاليات، هل هناك اختلاف يعني بين موقع وموقع آخر في الفعاليات المقدمة والعروض التي تقدم للجمهور المواطنين والمقيمين؟ إشارة لماحة وجميلة منك. فعلا هناك نموذج عمل صمم بتوجيه من سعادة الأمين أن يكون هناك تنوع في هذه الفعاليات. نأتي إلى منتزه يعني الفجر، هناك ثيم معين يحاكي هذا المنتزه بطبيعة المنتزه وطبيعة يعني المكان. هناك يعني عروض معينة تعنى بربطها بالجانب الأدائي الوطني الفلكلوري مثل العرض السعودية وما إلى ذلك وما يتبع هذا اللون. هنا في حديقة يعني السلام أيضا هناك نموذج عصري يلامس وجدان غالبا يعني فئة يعني الشباب وفئة يعني الفتيات بمقتبل يعني العمر بنموذج عصري حديث وجميل جدا. أيضا منتزه الأمير سعود هناك أيضا نموذج يعنى بأن تكون هذه الحديقة مركز استقطاب ترفيهي متنوع، هناك مسرح غنائي، هناك عروض فرق يعني الظلام لأول مرة تقام في منطقة حائل بعروض ستضيف يعني الكثير. نعم بإذن الله، نسأل الله تعالى يعني أن يديم هذه الأفراح في جميع الوطن في المملكة العربية السعودية وفي منطقة حائل، مثل ما يعني نشاهد هناك حضور كثيف لعدد من المواطنين والمقيمين، وتشهد يعني يشهد منتزه السلام حضور أيضا كثيف الاستمتاع بهذه العروض. شكرا لكم ولهذه الجهود مهندس سعود. شكرا لكم حفظكم الله، ونسأل الله أن يعيد هذا العيد علينا أعواما عديدة ونحن بوافر الخير. ولا شك أن مثل هذه الفعاليات نؤكد على هذه النقطة أنها تعبر وتترجم الدعم السخي من حكومتنا الرشيدة حفظها الله، ونشكر لكم دوركم البارز جدا في إظهار مثل هذه الفعاليات. شكرا عبد العزيز. شكرا على واجب والعفو مهندس سعود. إذن لا في يعني كانت هذه صورة يعني شاملة ووافية عن
أبرز يعني الفعاليات التي تقام في منطقة حائل في عدد من المواقع، عروض ترفيهية وتشويقية، بالإضافة أيضا لا في يعني قبل يعني الساعة بعد الساعة التاسعة قبل أكثر من نصف ساعة كانت هناك الألعاب النارية التي أطلقت يعني من خلفي جميل. في منتزه السلام من خلال يعني أحسنت. سلسلة جبال أجا والتي تعانق حقيقة منطقة حائل. نعم أحسنت زميل عبدالعزيز الغرير من حائل، شكرا لك، شكرا أيضا لضيفك الكريم المهندس سعود العلي. ولا شك بأن هذه الجموع التي تتواجد الآن حيث أنت حقيقة لم تتواجد من فراغ وإنما من الفعاليات الموجودة التي وضعتها الأمانة. شكرا لك عبد العزيز، نلتقيك على خير إن شاء الله. شكرا لك. إذن مشاهدينا أيضا كذلك نتجه من عبد العزيز الغرير في حائل إلى الزميلة سناء الزهراني في الطائف. سناء، طبعا نحن نشاهد أيضا هذه الفعاليات، هذا الاحتفاء، هذه الجماهير المتواجدة لديك هناك في حيث أنت طبعا في موقعك، كيف هي الفعاليات في اليوم الأول من أيام العيد الفطر المبارك كما شاهدنا في حائل أيضا نشاهده في الطائف الآن؟ أهلا وسهلا لافي، يسعد مساك وكل عام وأنت بخير، وكذلك الأمتين العربية والإسلامية، وأسأل الله تعالى أن يبلغنا عيد الفطر المبارك سنوات وأعوام مديدة ونحن وأنتم بأتم صحة وعافية. أتواجد الآن في منتزه الردة بحيث تقام فيها الفعاليات التي استعدت بها أمانة محافظة الطائف بكافة الاستعدادات والتجهيزات، حيث تتعدد المواقع التي تقام فيها الفعاليات في محافظة الطائف، حيث تحتوي الفعاليات إلى ما يقارب 90 فعالية. تستهدف هذه الفعاليات جميع فئات المجتمع من الكبار والصغار والأسر والأطفال وكذلك الشباب وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. تتضمن هذه الفعاليات لافي ومشاهدين الكرام العروض وأيضا الفلكلورات الشعبية وأيضا الألعاب النارية والمسابقات ومسرح الطفل. للمزيد من التفاصيل لافي ومشاهدينا الكرام حول ذلك ينضم معي المدير العام للإدارة العامة للحدائق الأستاذ غازي الحسني يفيدنا بتفاصيل أوسع. أهلا وسهلا بك أستاذ غازي، ورحب بك عبر قناة السعودية. في البداية نود أن تحدثنا عن هذه الفعاليات. أهلا وسهلا بكم، في البداية أنتهز هالفرصة وأرفع أهم أسمايات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهم الله وكافة الشعب السعودي والأمة العربية والإسلامية. لا شك أختي أسماء هالفعاليات اللي تشوفينها أمامك الآن هي حرصة أمانة محافظة الطائف وبتوجيه من سعادة الأمين ومتابعة أن نقيم فعاليات هالسنة في منتزه الردة وفي منتزه الملك عبدالله وفي حديقة السنابل في شمال الطائف. طبعا الفعاليات هذه تحتوي على عدة عروض منها للصغار والكبار، شخصيات كرتونية للصغار، أناشيد، مسابقات، عروض فلكلورية للكبار كبار السن والشباب. إن شاء الله بإذن الله حنبدأ من بداية اليوم الأول للعيد، واليوم الثاني والثالث تكون متزامنة في هالمنتزهات الثلاثة اللي ذكرتها. وإن شاء الله بإذن الله إحنا حريصين إن إحنا نسعد المواطنين ونشارك فرحة العيد لأهالي محافظة الطائف وزوار محافظة الطائف في هذه السنة بإذن الله. تشوفون إن شاء الله شيء متميز وغير بإذن الواحد الأحد. يعطيك العافية. تستمر هذه الفعاليات لا شك ثلاثة أيام، ولكن متى تبدأ ومتى تنتهي هذه الفعاليات؟ إن شاء الله نبدأ بعد صلاة المغرب مسابقات للصغار، ومن ثم بعد صلاة العشاء إن شاء الله عروض فلكلورية ومسابقات برضو يتخللها للأطفال والكبار وشخصيات كرتونية. وإن شاء الله بإذن الله نبدأ من أول يوم العيد إلى ثالث يوم العيد في كل المنتزهات اللي ذكرناها في شمال الطائف، وحنا حرصنا نصل للمواطن في مكانه ونقيم الفعاليات في مكانه ولا يجي إلى منتزه الردة. كل منطقة في محافظة الطائف شمال جنوب شرق غرب فيها فعاليات. إن شاء الله بإذن الله أنكم تجدون ما يسركم في أمانة محافظة الطائف وفي محافظة الطائف. في ظل التوقعات أستاذ غازي سيكون هناك تدفق كبير على الحدائق والمنتزهات، هل هناك برامج للصيانة وخطة للطوارئ لتنظيم الحشود الزائرة وكيف ستكون؟ الصيانة على مدار العام في حدائق الطائف في محافظة الطائف جميعا، ولكن في كثافة الزهور كمواسم المناسبات الوطنية الأعياد الصيف
طبعا الجهود تكون مكثفة والجهد مضاعف للصيانة. نصون جميع مرافق الحدائق، نصون ألعاب الأطفال، نصون دورات المياه جلكم الله، نصون الساحات البلدية، الأشجار، قص المسطحات. بالنسبة لتنظيم الحشود هناك حراسات أمنية ودعم من الجهات الأمنية على البوابات، بوابات المنتزهات. كل محافظة الطائف مخدومة بشكل إن شاء الله يرضي، ونسعى إحنا وهو هدف غاية أن نحقق أقصى درجات الجودة في التشغيل والصيانة للحدائق. كيف ستكون أيضا الخطة لنظافة الحدائق والمنتزهات، وكيف يتم التعامل في الموسم خصوصا مع الأعداد الكبيرة من الزوار التي تشهدها الحدائق في هذه الفعاليات خلال موسم العيد؟ النظافة على مدار الساعة في حدائق الطائف، عندنا عقود تشغيل لنظافة الحدائق، وفي مراقبين ومتابعين، وحرص سعادة الأمين على نظافة الحدائق وعلى إزالة أي تشوهات بصرية من الحدائق. النظافة إن شاء الله بإذن الله لها برنامج خاص، العمالة متواجدين، سلات النظافة أكرمكم الله، دورات المياه، كل شيء إن شاء الله محسوب ونعمل عليه، وشغالين بإذن الله إن احنا نسعى لرفاهية المواطن داخل الحدائق، ويجدون إن شاء الله بإذن الله خدمة مميزة لهم. برأيك أكثر المواقع أستاذ غازي التي يستهدفها الزوار للاستمتاع بفعاليات عيد الفطر المبارك؟ والله الطائف كله جميل، شرق غرب جنوب، ولكن في المنتزهات الكبرى، منتزه الردة في حديقة الملك عبد الله، حديقة السنابل في الشمال، حديقة الفيصلية، والقائمة تطول. عندنا أكثر من 452 حديقة ومنتزه، فأين ما اتجه إن شاء الله يجد حديقة متميزة، ويجد بإذن الله خدمة متميزة. يدخل الزائر داخل الحدائق يجد شيء جميل، وشيء احنا هدف لنا ان احنا نحقق اقصى درجات الجوده في الخدمه والتشغيل. يعطيك العافيه وشكرا جزيلا لك على اثرائنا بهذه المعلومات، شكرا لك. حياكم الله واهلا وسهلا فيكم. اذا لافي كان معنا الاستاذ غازي الحسني، زودنا بتفاصيل متنوعه عن الفعاليات خلال ايام العيد المبارك، وكذلك خطط الصيانه والطوارئ لتزايد الحشود على الفعاليات. ايضا لافي امانه الطائف سخرت جميع الجهود لتهيئه المواقع والاماكن والطرقات والحدائق والمنتزهات لاستقبال الزوار من المواطنين والمقيمين على مدى ايام العيد الثلاثه. جميل. شك زميلة من الطائف سناء الزهراني بأن هذه الجهود من أمانة الطائف ترى فتشكر كما نشاهد الآن حيث تتواجدين. شكرا لك، شكرا أيضا لضيفك الكريم الأستاذ غازي الحسني، شكرا لكما زميل عبد العزيز الغرير من حائل والزميلة سناء الزهراني من الطائف، فقد بادلتمونا هذه المشاعر هنا في الاستوديو لموقعيكما أيضا في حائل وفي الطائف. شكرا لكم، نلتقيكم على خير إن شاء الله. ونشرتنا انتهت، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الملك يهنئ المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله أن يعيده على الجميع باليمن والبركات. ولي العهد يتلقى التهنئة هاتفيا من أمير الكويت وملك البحرين بعيد الفطر. وزير الداخلية يتقي قادة القطاعات الأمنية ويؤكد أن دعم وحرص القيادة ساهم في نجاح موسم العمرة. شكرا لكم على طيب المتابعة، نلتقيكم على خير، كل عام وأنتم بخير وفي أمان الله.